في عناوين نشرة الليلة: محمرش جديدة لباسيل، بناء الدولة مع حزب الله مسدود. وزير الخارجية يغيب عن مؤتمر الطاقة ويحضر بكلمة مسجلة. والغياب هو لخشية من تعرض مؤتمرنا للأذى نتيجة أعمال تخريبية قد تقع وفق المعلومات التي ترد إلينا. الحريري: نتطلع إلى كرامة الوطن لا الأحزاب. فاجأناكم. الحركة والتيار يدا بيد برعاية الحزب. كرامة دولة الرئيس نبيه بري وكرامة زملائنا وكرامتنا كلنا من كرامة بعض. عليه أن يعتذر من اللبنانيين كل اللبنانيين. قاسم للخصوم: موتوا بغيظكم. مشهد الذي سيبقى شوكة في عيون أولئك الذين بدأوا ينظرون. العدو يدخل في الصلحة من دون تكليف. طبعا بالمعنى المجازي ليبرمان أكيد. حكاية موسى مع القصر: نحن مكفيين أكيد. في فن الخبر: ماجي فرح تحذر من أيار. بتذكر بسنة 2005. وبين علي بزة وألاعون لوحظنا غلطة. تركنا غلطة ما زال عشقانين. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. على عتبة حدث كاد يصبح خط تماس كانت المصالحة بين التيار وأمل برعاية حزب الله. تطوع النائب علي عمار ببناء عمارة الصلحة وانتشرت صور عن العشق الذي كاد يصبح ممنوعا بين ألاعون وعلي بزي، حيث سمعت أصداء أهواك بلا أمل وارتفعت شهية القبلي. ثلاثية الحدث أرست تفاهما جديدا على مرمى أيام من تفاهم ست شباط، وفي قلب الصورة التفكارية للحدث جاء اعتراف علي بزي ضمنا بالاعتذار تحت مسميات الجرأة لدى أمل. لكن إذا لم يكن هناك من خطأ ارتكبه طابور الدراجات النارية في المنطقة، فلماذا الاعتذار؟ وعلى دراجة انتخابية شعبية لافتة الآداء والحضور كان الرئيس سعد الحريري يجري جردة توبيخ للمنتسبين بأحداث الأيام الماضية ويقول: إننا تعرضنا لإهانات أسوأ بكثير، لكننا نعتبر أن كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب، وأن هذا البلد يستحق منا أن نتنازل له، وغير ذلك نذهب إلى الفوضى ويصبح الفلتان في الشارع هو الأساس. والحمد لله أن صوت العدل والحكمة تفوق على صوت الدراجات النارية، وذلك في ملامة واضحة لأنصار بري ونزولهم إلى الشارع وحرق الإطارات، كما وجه الحريري بضعة سهام إلى باسيل عندما انتقد استخدام الكلام العالي على السطوح. والكلام العالي لم يأتي من سطوح محمرش هذه المرة، إنما على ورق مجلة لبنانية ناطقة بالفرنسية، حيث لم تكد المصالحة تسري في العروق السياسية حتى أفرجت الماجازين عن لقاء مع باسيل يعلن فيه وزير الخارجية أن حزب الله يتخذ خيارات لا تخدم مصلحة الدولة اللبنانية، وأن لبنان كله يدفع الثمن، ويعتبر أن إحدى أهم ركائز التفاهم مع الحزب كانت بناء الدولة، ويا للأسف لم يطبق ذلك بذريعة الاعتبارات الاستراتيجية. لكن بيانا صادرا عن مكتب وزير الخارجية أكد أن هذا الكلام نشر بشكل مجتزأ ومحرف، وأنه مهما حاول اليائسون تخريب العلاقة الاستراتيجية بحزب الله فلن ينجحوا. وهذه الأجواء امتدت مفاعيلها من بيروت إلى أبيجان، ودفعت وزير الخارجية اليوم إلى التغيب عن مؤتمر الطاقة الاغترابية، حيث خاطب المؤتمرين عبر الأقمار الصناعية
وقد اعتذر باسيل لكن إلى المؤتمر الإفريقي وقال إن الغياب هو لخشية من تعرض مؤتمرنا للأذى نتيجة أعمال تخريبية قد تقع وفق المعلومات التي تردنا، والخشية ليست من التعرض لسلامة الشخصية وهو أمر أنا معتاده، بل على أشخاصكم وهو ما لا أرضى أن يسببه وجودي لكم. وحرص باسيل على أن يستذكر سماحة الإمام موسى الصدر عندما قال طالما أن التهجم علي شخصيا لا يمس سلامة المسيرة بشيء فلا داعي إلى التشنج، بل سيبقى وقتي في بذل الجديد والمزيد من الخدمات، فذلك حسبي وحسبي الله ونعم الوكيل. ولكن بعد الكلام المنشور في مجلة المجازين ينتظر عودة باسيل إلى بيروت لتبيان ماذا إذا كانت العبارة ستستبدل بحسبي حزب الله ونعم الوكيل. إذن وزير الخارجية جبران باسيل يرى في مقابلة مع مجلة مجازين الفرنسية أن الطريق إلى الدولة مع حزب الله مسدود. في مقابلة مع مجلة مجازين التي أجراها الزميل بول خليفي، أطلق وزير الخارجية جبران باسيل عددا من المواقف السياسية الجديدة على الساحة المحلية. في موضوع الانتخابات رأى باسيل أن ثمة من يحاول عرقلة الإصلاحات في قانون الانتخابات الجديد، وقال باسيل أنه لا يقصد بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري فحسب، بل يقصد حزب الله ووليد جملاط والقومي السوري الاجتماعي والمرداء أيضا، وأضاف أنهم يريدون تدمير واحد من الأساسات الإصلاحية في القانون الجديد. ومع ذلك أمل باسيل إجراء الانتخابات في موعدها. وعن علاقة التيار الوطني الحر بالقوات اللبنانية، حمل باسيل القوات تدهور العلاقات بين الطرفين، وقال أن الاتفاق بيننا كان بهدف دعم العهد، وتضمن ذلك تحالفا برلمانيا ووزاريا يشمل التوافق على التعيينات الإدارية، لكن موقف القوات العدائي تجاه خطة الكهرباء أظهر موقفا غير مرحب من القوات تجاه التغيير والإصلاح. ومن ثم كان هناك أزمة استقالة الحريري التي أظهرت تناقضا واضحا بين خياراتنا وخياراتهم، آملا الوصول إلى حل. في المقابلة سئل الوزير باسيل عن العلاقة بحزب الله، فرأى أن التيار الوطني الحر يشكل ضمانة للحزب في حال حصول أي اعتداء إسرائيلي على لبنان أو تعرض لهجوم إرهابي، ولكن باسيل عبر عن أسفه من بعض الاختلافات مع الحزب حول عدد من القضايا الداخلية. وأضاف باسيل أن حزب الله يتخذ خيارات لا تخدم مصلحة الدولة اللبنانية، ولبنان كله يدفع الثمن. ورأى أن إحدى أهم ركائز التفاهم مع الحزب كانت بناء الدولة، وللأسف لم يطبق ذلك تحت ذريعة الاعتبارات الاستراتيجية. وبعد نشر المقابلة صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل البيان التالي: تتناقل وسائل الإعلام كلاما محرفا ومجتزئا للوزير جبران باسيل في حديثه إلى مجلة المجازين الناطقة بالفرنسية في موضوع العلاقة بحزب الله. والحقيقة أن ما قاله الوزير باسيل هو أن علاقتنا بحزب الله استراتيجية وباقية، وهي كسرت الرقم القياسي في التفاهمات السياسية في لبنان، وإننا على الموجة نفسها في القضايا الاستراتيجية. أما في الموضوع الداخلي فقال باسيل إنه يأسف لوجود بعض الاختلافات في المواضيع الداخلية، وثمة قرارات يتخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة، وهذا ما يجعل لبنان يدفع ثمن، وإن بندا أساسيا هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبق بحجة قضايا السياسة الخارجية. وعليه يؤكد باسيل أنه مهما حاول اليائسون تخريب العلاقة الاستراتيجية بحزب الله لن ينجحوا. في كلمة ألقاها عبر الشاشة أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن غيابه عن مؤتمر أبيدجان يأتي في إطار خشية تعرض من يشاركون في المؤتمر للأذية. تفاصيل إضافية عن مؤتمر الطاقة الاغترابية في تقرير من هناك للزميلة رشا الكرم. بعد توتر الساحة اللبنانية ومن ثم هدوئها، تحولت الأنظار إلى مؤتمر الطاقة الاغترابية في أبيدجان، حيث شهدت كما الساحة اللبنانية توترا وصل حد مقاطعة المؤتمر من بعض الجالية. ومن كان كلامه سببا لتوتر الساحتين غاب بالشخص وحضر بكلمة عبر الشاشة في قاعة المؤتمر، فتسلح في بداية كلمته بكلام مؤسس حركة أمل الإمام السيد موسى الصدر قائلا:
طالما أن التهجم علي شخصيا لا يمس سلامة المسيرة بشيء فلا داعي للتشنج، بل سيبقى وقتي في بذل الجديد والمزيد من الخدمات، فذلك حسبي وحسبي الله ونعم الوكيل. أعتذر منكم لعدم حضوري اليوم المؤتمر الإقليمي الثاني لقارة أفريقيا والثامن على مستوى العالم، والغياب هو لخشيتي من تعرض مؤتمرنا للأذى نتيجة أعمال تخريبية قد تقع وفق المعلومات التي ترد إلينا، والخشية ليست من التعرض لسلامة الشخصية وهو أمر أنا معتاد عليه، بل على أشخاصكم وهو ما لا أرضى أن يسببه وجودي لكم. ولكني فكرت مليا بعد أن قطعت المسافة طويلا إليكم بأني لا أقبل أذى جسديا يصيب أي منتشر منكم. أيها المنتشرون، نعتذر منكم على كل ما لم نستطع تحقيقه لكم بعد، ولكن من يعتذر منكم ومنا على ما سبق من سنين ضائعة؟ وإذا كان الاعتذار هو لكم فالمغفرة لا تطلب إلا من الله. امتعض البعض من الغياب عن الافتتاح، فيما البعض الآخر تفهم، ولكن ماذا عن وحدة الجالية؟ أنا أكيد أنه أنا حريص وعملنا باتصالات اللازمة مع مكونات الجالية والفعاليات وخاصة الروحية منها على كل المختلف المستويات، أنه الله راد في قعدة كتير قريبة والقلوب أساساً بيضة ومش بحاجة لغسل لتنغسل، ولكن ما انكسر شيء بين مكونات الجالية ورح تبقى مثل ما هي متماسكة ومساعدة. كيف بتقنع العالم ما انكسر شيء؟ يعني لو كان فيها تشنج، في تشنج على مستوى المؤتمر وليس على مستوى قواعد الجالية. يعني رح تعملون جمعة يعني؟ الله راد دايماً قريباً جداً جداً جداً. لا، عدم مجيئه ما ريحنا، يعني مفروض هو كان طبعاً على افتتاح خلوه ما ريحنا، لأنه هذا الشيء هو التزم انه يجي على المؤتمر، مفروض كان انا برايي يجي على المؤتمر، يعني لانه حتى على القليله هالشباب كلهم اللي اجوا في اقبال، انا شايف انه اكثر حتى من جوهانسبورغ، اذا بتشوف الناس يعني بجوهانسبورغ هون في اقبال اكثر من جوهانسبورغ. حسين وأشرف هما من الشباب الذين حضروا الاثنين إلى السفارة اللبنانية في أبيجان مسجلين اعتراضهم على مجيء وزير الخارجية. قاطعا المؤتمر فالتقيناهما للوقوف عند موقفهما بعد اتصال التهدئة بين الرئيسين ميشيل عون ونبيه بري. إذا أجا اليوم من عشية وإجا بكرة شو بتعملوا؟ ما منستقبله، منستقبله خلص. بس حكيك حيبين، يعني إذا إجا الوزير حنرجع نشوفك، بس إجا الوزير خلص منستقبله وبحكي أنا وياه، ومنعتذر بيعتذر ساعتها قدام الكاميرا إنه أنا الشيء اللي قلته ما كان لازم ينقال. وأنتوا شو بتقولوا له ساعتها؟ نحن منحب الجنرال وكرمال الجنرال بيمشي الحال. الرئيس هون يعني جنرال. عندما لا يحضر وزير خارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمر الطاقة الاغترابية هنا في أبيجان يفقد المؤتمر طاقته، وعندما يعتذر الوزير باسيل من اللبنانيين يفتح ذلك جدالا حول نقل الأزمة السياسية في لبنان إلى الاغتراب. من أبيجان، من مؤتمر الطاقة الاغترابية، رشا الكرم، قناة الجديد. ونبقى في أبيجان مباشرة مع الزميلة رشال كرم. رشال، مساء الخير. طبعا تابعنا تقريرك المفصل حول مؤتمر الاغتراب، بالطبع هناك المزيد من التفاصيل في جعبتك، سأترك الهواء لك لنقلها كافة إلينا وللمشاهدين. مساء الخير لك داليا، ومساء الخير أيضا لشادي وللمشاهدين. يعني انطلاقا من نهاية هذا التقرير والحديث عن الجالية والحديث تحديدا مع المعترضين على هذا المؤتمر، علينا أن ننتظر اليوم مساء اللقاء الذي سوف يكون في السفارة اللبنانية لهذه الجالية هنا في أبيجان. هل أن الوزير باسيل سوف يحضر هذا الاجتماع؟ وإن كان بعد المصادر للجديد تؤكد حضوره، إلا أن ذلك منوط طبعا بالوزير باسيل وقراره النهائي. طبعا
عند الساعة 2:30 لم يكن الوزير بسيل في أبيدجان، هو لا يزال في فرنسا. هل انطلقت الطائرة إلى أبيدجان ليشارك اللبنانيين في لقاء في السفارة اللبنانية الليلة؟ علينا أن ننتظر، ولكن الواضح بأن المؤتمر، وإن كنا قد غطينا المؤتمر الطاقة الاغترابية داليا، كان في جنوب أفريقيا أو في المكسيك، بموضوعية نقول بأن الحضور طبعا لا يشبه الحضور في تلك المؤتمرات لناحية الأعداد، وذلك أصلا يعني منطقيا بحكم المقاطعة التي حصلت هنا في مؤتمر أبيدجان. إلا أن في المقلب الآخر الأشخاص الذين أتوا كانوا فرحين باللقاء، أقله بالنسبة إليهم أن هذا اللقاء عقد وهذا المؤتمر عقد بالرغم من كل الخلافات السياسية. إنما غياب وزير الخارجية أحبط البعض، وأقله يعني كان هناك خوف من عدم مشاركة أو استمرار هذا المؤتمر. لا يزال من وراء بعض الجلسات التي تعقد على أن تستكمل غدا ويكون هناك المقررات في نهاية هذا المؤتمر. إذن الأعين هي على مساء أبيدجان، نحن ساعتين إلى الوراء دالي، يعني إنها الساعة السادسة هنا في أبيدجان. علينا أن ننتظر ساعتين لنعرف إذا كان وزير خارجية سوف يحضر ولا يحبط اللبنانيين الذين أتوا ليس فقط من أبيدجان إنما من عدد من الدول الأفريقية، طبعا كل المستجدات، وإذا ما حصل أي تطور سوف نوفيكم به مباشرة كما ذكرتي بانتظار ما ستقول إليه الأمور. شكرا للزميلة رشال كرم التي كانت معنا مباشرة من أبيدجان. لقاء موسع في بلدية الحدث بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ينتهي بصورة تذكارية انتخابية موحدة. شهدت بلدية الحدث لقاء تضامنيا جمع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وعددا من الفعاليات السياسية والحزبية في المنطقة، على خلفية الإشكال الذي وقع في البلدة بعد قيام عدد من مناصري حركة أمل بالتجوال فيها استنكارا لتعرض الوزير جبران بسير لرئيس مجلس النواب نبيه بري. اللقاء التضامني كان برعاية رئيس البلدية جورج عون. أهلا وسهلا بالجميع، البيت بيتكم والبلدية بلديتكم. بدي أتأهل بنواب تيار الوطن الحر اللي بشوف فيهم طيف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. بي الكل وحامل الوحدة الوطنية. أهلا وسهلا بنائب حركة أمل السيد علي بزي اللي بشوف فيه طيف دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري صاحب القلب الكبير والمؤتمن على العيش المشترك وإرث الإمام موسى الصدر. أهلا وسهلا بنائب حزب الله الحج علي عمار اللي بشوف فيه طيف وهامة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، الرجل الصادق بإيمانه وفعله ومحبته. النائب علي عمار حذر في كلمته من مريدي الفتنة مؤكدا أن تفاهم مار بخايل التاريخي باق. نحن هنا لنقول صحقا لكل مريدي الفتنة، وأقول لهم عشية الإنجاز الإنساني والتاريخي والوطني الكبير، عشية ورقة التفاهم، ورقة التفاهم باقية ما دامت الدماء تسري في عروقنا. النائب العون رأى من جهته أن لقاء اليوم هو رسالة معاكسة أقوى مما جرى في الأيام الماضية. وجودنا اليوم كلنا سوا هون هو رسالة معاكسة للتأكيد أنه نحن على المستوى من المسؤولية وتحت رعاية رؤسائنا وأول فخامة رئيس جمهورية ودولة الرئيس نبيه بري وطبعا سمحت السيد حسن نصر الله ودولة الرئيس رفيق سعد الحريري، كلنا مصرين على أنه أي إشكال سياسي بالبلد لن نسمح بأن يتحول من جديد إشكال بين اللبنانيين. أما النائب علي بزي الذي مثل حركة أمل في اللقاء فرأى أن الجميع يعلم أن لا علاقة لحركة أمل بما جرى في الحدث، مؤكدا أن لحركة أمل الجرأة على الاعتذار. أما إذا كان الرئيس بري لا يزال ينتظر اعتذارا من الوزير جبران بسيل، قال بزي أن على الوزير بسيل الاعتذار إلى اللبنانيين. الكل يعلم أن ليس لحركة أمل على الإطلاق أي علاقة بما حدث في الحدث أو بما حصل على الأرض،
وكنا نملك من الجرأة والشجاعة والأخلاق وحس المسؤولية أن نعلن باسم دولة الرئيس الأخ نبيه بري أمام كل اللبنانيين عن اعتذارنا لأي إساءة لحقت باللبنانيين على الأرض. أحسنت. وهذا كان موثقا بالصوت والصورة. نحن لم نطلب اعتذارا من الوزير جبران باسيل، ولن نقبل اعتذارا من الوزير جبران باسيل. هو يعرف ماذا يفعل، عليه أن يعتذر من اللبنانيين، كل اللبنانيين. في نهاية اللقاء طلب النائب علي عمار إلى الحاضرين أخذ صورة تذكارية وهم يرفعون الأيدي تضامنا، صورة أشبه بإعلان التحالف الانتخابي الذي دار كثير من الشكوك حوله. ما نتشاركون بهالوقفة، بس كما نحن يد واحدة نحن قلب واحد إن شاء الله. العدو الإسرائيلي يوحد الوطن ويشد العصب اللبناني، هي حكاية وسيط غير مكلف. لسنا في نظام رئاسي. في خطيئة ارتكبت، والخطيئة بتعرف شو حساباتها يعني. فالاعتذار من اللبنانيين عما حصل، وهذا بداية لحل الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها. رئيس مجلس النواب بيقدر يحجب الثقة عنه كوزير؟ هي مواقف نارية شهدتها البلاد مدة لا تقل عن 3 أيام متواصلة، مواقف غزت لبنان واشتدت حدتها إلى حدود دفعت معها بعض الأطراف إلى التخوف من عودة الحرب الأهلية. هذا بلطجة، هذا مش رئيس مجلس النواب. تصريح سرعان ما أعاد مشهد خطوط التماس والانقسام الطائفي الحاد، رافقه تصعيد ليس له مثيل. تخوف الأمس محيت آثاره اليوم، هكذا بسحر ساحر انتهى الخلاف. ثمة وسيط دخل على خطوط المصالحة، من، كيف، ولماذا؟ طبيعي اليوم القيادات السياسية تنتبه أنه العدو هونيك، أن احنا مش أعداء بعضنا لنكسر بيوت بعضنا وننزل نستفز بعضنا ونخوف بعضنا يعني. أكيد حزب الله هو صاحب المصلحة الوطنية الكبرى اليوم بلبنان، أنه يضل في استقرار وأنه تتوحد القوى بوجه العدو. حتى بين مزدوجين للرئيس سعد الحريري، هو قيادة سياسية عم تلعب دور تاريخي بالدفاع عن الاستقرار. اللواء إبراهيم لعب دور أساسي من وقت اللي انفجرت، لأنه اللي صار مش قصة رمانة، قصة قلوب مليانة يعني، أنه من قصة المرسوم لليوم. طبعا اللواء إبراهيم كان عنده جولات مكوكية، ما بعرف إذا تعبه رح يسمر، لأنه لحد هلا ما أسمر، بس أنه أكيد كان له دور بوقتها. بين تدخل حزب الله راعي المصالحة وإن باطنيا وعودة رئيس الحكومة إلى لبنان والتدخل من باب الرئاسة الأولى، كثر الوسطاء، ولكن ثمة وسيط حل الأزمة من دون علم منه. هو الوسيط الأقوى وإن كان غير مكلف. اللي دقلنا الجرس قالنا يا لبنانية فيقوا حاج هيشين على بعضكم، عفوا على الكلمة، هو العدو الإسرائيلي. طبعا لما بيجي ليبرمان بنص دين هاي الحفلة بكل إسرائيل عندها هدف واحد، هي بعد ما سرقت أرضك تسرق ثرواتك وتسرق دورك بالمنطقة. يجي يقول لهم أنه في البلوك 9 ما تحلموا فيه، بعتقد أنه هو الجرس الرمزي اللي إذا بعد فيه شوية ضمير وطني عند القيادات السياسية بلبنان، إيه فاقوا، كان في نوع من السحوة الوطنية من وراء ليبرمان، طبعا بالمعنى المجازي ليبرمان أكيد. إن كانت بعض الوساطات هادفة ومقصودة، فمن غير قصد أشعل من جديد ليبرمان فتيل حب الوطن. وما فرقه تصريح باسيل جمعته قطعة جبن نفطية في عمق البحار. لعل سعد، قناة الجديد. رئيس الحكومة سعد الحريري يقول إن ما جرى في الأسبوع الأخير يؤكد أن استخدام السلاح في الداخل يؤدي إلى فتنة، ودعا إلى الاستعداد للانتخابات في 6 أيار كي يكون 7 أيار يوم انتصار جديد لرفيق الحريري ومدرسته. تطرع
تفرق رئيس الحكومة سعد الحريري في خلال رعايته حفل اختتام بناء المهارات في تيار المستقبل في البيال إلى الأزمة الأخيرة الناتجة عن استخدام الكلام عالي السقوف، مؤكدا أن استخدام السلاح في الداخل يؤدي إلى فتنة، وأضاف إن الرئيس شهيد ونحن تعرضنا لموجات من الكلام والإهانات أسوأ بكثير من الكلام الحالي، إلا أننا كنا دائما نرى أن كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب. يلي صار خلال الأسبوع الماضي درس للجميع، درس أن الكلام العالي فوق السطوح ما بيعمل حل، بيعمل تشنج سياسي، ودرس أن استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية ما بيعمل إلا فتنة. وعم نشوف قدام عيوننا أنه حتى يلي بيحمل سلاح بالداخل صار يخاف منه. ودرس كمان أنه النزول على الشارع وإقفال الطرقات وحرق الدواليب ما بيوصل لنتيجة. رغم كل شيء صار أنا بقول الحمد لله أنه صوت العقل والحكمة تغلب مبارح على صوت الموتسيكلات وعطل بالوقت المناسب مشكل كان ممكن ينقل البلد لمحل ثاني. ويبدو أن ثقة الحريري ببعض المكونات السياسية مهزوزة. قلت أنه استقرار لبنان أهم من أي أمر آخر، وثقتي بأنه كل المكونات السياسية حتكون قد المسؤولية، يعني كلها، وأنه حنقدر سوا نرجع للمساحة الوطنية المشتركة تحت سقف الطائف وثوابت العيش المشترك والسلم الأهلي. مدرسة تيار المستقبل وفق الحريري لم يستطع شيء أن يكسرها، لا السلاح غير الشرعي ولا الاغتيالات ولا طعنات الغدر، إلا أن فتاة استطاعت أن تكسر أمن الرئيس وسببت الخوف والمزاحة في آن واحد. وأنه هذا البلد الحلو الله يخليك، لازم تنزلي على مسابقة المئة متر انت ما شاء الله عليك، شو سريعة هلأ. لا من عم يحك براسه هيك عم يقول شو صار، ماذا حصل، فاجأناكم. وختم الحريري الابن رفيق الحريري كان يقول مش مهم مين بيبقى، المهم يبقى البلد، وأنا سأقول مش مهم مين بيترشح ومين ما بيترشح، المهم أن تيار المستقبل سيبقى الرقم الصعب في المعادلة السياسية. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يؤكد من قصر بعبدة ضرورة أخذ العبر من الأحداث الأخيرة، ويقول إن المؤسسات هي الحل لكل المشكلات. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعدما أخذت العبر من الأحداث الأخيرة، لافتا إلى أن مسيرة بناء الوطن ستستكمل بصلابة وأن المؤسسات هي مركز حل المشكلات. كلام عون جاء في خلال لقائه رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب بمرافقة وفد من الأساتذة. ظروف الأشنها حالياً كم يوم كل شيء رجع لمحله، ولكن بعده المجتمع اللبناني بيخاف انه هالشيء اللي عم نبنيه ما يكون ثابت، لذلك نحن اصرارنا على انه كل الخلافات اللي بتتسوى ضمن الاجهزه المختصه ضمن المؤسسات وما تطلع على الشوارع. بقى اطمنوا انه العبرة اتخذت من الأحداث الأخيرة وكملوا بثقة. الوطن بده ينبنى وبده يكون صلب، وبده تكون المؤسسات
هي اللي بتحل المشاكل. مجبورين نكون نحن رسل بمجتمعنا. وتطرق رئيس الجمهورية مع أيوب إلى مسألة خفض موازنة الجامعة اللبنانية 20%، مشيرا إلى أن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان دقيق ونحن ملزمون خفض العجز في الموازنة وذلك للمصلحة الوطنية. ولفت إلى أن عملية الاقتراض من الخارج ترفع من قيمة الفائدة ومن ثم تزيد من نسبة العجز، وأن ما وصل إليه لبنان على هذا الصعيد يعود إلى عام 93 وصولا إلى اليوم. وأوضح عون أن لبنان بصدد وضع خطة الاقتصادية قبل انعقاد مؤتمرات دعم لبنان في باريس وروما وبروكسل. وأجمع زوار قصر بعبدة على الإشادة بمبادرة رئيس الجمهورية وبمواقفه الوطنية وسعيه الدائم لتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. وفي هذا السياق نقل الأمين العام لحزب التشناق النائب أجوب بقردونيان ارتياح اللبنانيين إلى مبادرة الرئيس عون، لافتا إلى أن هذه المبادرة الإيجابية التي هي من شيم الرئيس عون نزعت فتيل الفتنة وأجهضت أي محاولة تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تتكرر يوما بعد آخر والتي ينبغي أن تكون في مقدم الاهتمامات لتصحيح البوصلة وعدم التلهي بالخلافات الداخلية مهما كانت أسبابها. بدوره نقل الرئيس الجديد للهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير إلى رئيس الجمهورية ارتياح الهيئات إلى مبادرة الرئيس عون التي انعكست إيجابا على الحركة الاقتصادية. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد ثبات الحزب على تحالفاته السياسية والانتخابية التي لا تزعزعها الأحداث والأخطاء. كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات حاصلة في موعدها وأن تحالفات الحزب مستمرة، هذا ما أكده نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خلال المهرجان الذي أقيم لإطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله في الجنوب تحت شعار نحمي ونبني. ولفت قاسم إلى أن لا خيار أمام الجميع إلا معالجة المشكلات التي تطرأ بأخلاقية واحترام. إن شاء الله تسير الأزمة الأخيرة إلى طريقها في الحل المناسب، وقد بدأت بعض مؤشرات الحلول الإيجابية، ومشهد اللقاء في بلدة الحدث الذي جمع حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، مشهد الذي سيبقى شوكة في عيون أولئك الذين بدأوا ينظرون ويتحدثون بأن الخطر الكبير جاء على لبنان وأن التحالفات ستسقط من حول المقاومة بسبب الحادثة التي جرت. أقول لهم موتوا بغيظكم، تحالفاتنا باقية وعلاقاتنا متينة، لا تهزها بعض الأحداث أو الأخطاء، فمن باع نفسه لله تعالى ومن بنى تحالفاته على قضايا كبرى لا يمكن أن تهزه بعض المشاكل التي يمكن معالجتها. فأطمئنكم يا أهلنا وأعزتنا، تحالفاتنا مستمرة لا يخدشها شيء. وجدد قاسم التشديد على أهمية قانون الانتخاب النسبي الذي لا يقارن بالأكثرية والذي عده أفضل بمئة مرة من كل القوانين الأكثرية في لبنان منذ 100 عام وحتى اليوم، لجهة إلغائه للبوسطات والجرافات التي توصل أشخاصا لا يمثلون الناس أو يمثلون نصفهم في أحسن الأحوال، فيما القانون النسبي يمنح كل من له حيثية فرصة ليتمثل في المجلس النيابي ويأتي بالوجوه الجديدة إلى الندوة البرلمانية. موسى المعماري بدأ بإنشاء قلعة يوم كان في 15 من عمره عام 45، فأصبحت هذه القلعة تعرف بقصر موسى الذي بات مقصدا للسياح من أنحاء العالم. حاز موسى أوسمة عدة من بينها وسام قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. موسى المعماري انتقل إلى رحمة الله عن عمر يناهز 87، وسيوارى في الثرى يوم غد السبت في كنيسة سيدة التلة في دير القمر في مأتم رسمي يحضره ممثلون عن الرؤساء الثلاثة. بحزن استقبلت بلدة دير القمر خبر وفاة ابنها موسى المعماري عن 87 عاما. موسى هذا الذي بات اسمه قلعة على علم،
ورث فن العمارة عن أجداد بنوا قلعة الحصن في سوريا، غرس اسمه في التاريخ عبر قلعة بناها على كتف القمر. لأن المستحيل بعقول العظماء شطبته العقول العظيمة، كل شيء بيظهر من هون، الشغف والمحبة والإنسان بده يعمل شيء كله بيظهر من هون. اليوم القلعة التي استقبلت السياحة على مدى عشرات السنين علقت على بابها ورقة تنعى إلى زوارها بنيها، إلا أنها لم تبخل بحسن ضيافة المعماري. سمعنا عنه كتير لأنه هو دماغي، يعني أنه يطلع في المكان دوت من زمان، فده إنجاز. ودايما نشوفه متواجد هون بين الناس بتأهل فيهم ويعرفهم. لموسى المعماري 4 أبناء يفخرون بما صنعت يداه، خصوا قناة الجديد بفتح أبواب القلعة استثنائيا يوم حدادها ليرى العالم بأم العين ما أنجز والدهم. هذا الباب الصغير هذا مش معمول للزوار، معمول خصوصي للأستاذ يلي دربه بالمدرسة على لأنه شافه مرة عم يرسم قصر وسخر منه، للبنت يلي قالت له ما تحكي معي يا موسى بدي عنده قصر غني. إيه شو حتى ينجبروا يوطوا راسه. هنا بدأت كل الحكاية، يوم عصى موسى أستاذه ورسم قصرا بدلا من عصفور على شجرة. يوم ذاك سخر المعلم من فقره وقال له هيدا قصر بيك، بعدما سخرت منه الفتاة التي كان يحب وقالت له شو بدي فيك فقير بدي حدا عنده قصر، فكانت هاتان الحادثتان دافعا ليثبت إرادته. يعني كلنا موسى نحن مكفيين، أكيد مكفيين أصلا. هو ممت، هو موجود. العبرة اللي أخذناها منه هي أنه ما في شيء مستحيل، وهيدي كان عطول يرددها، لا شيء مستحيل تحت الشمس. يعلمنا على الاستمرارية، على الإرادة، على الإيمان، أهم شيء على التواضع. رح نضل يعني أكيد نحافظ على هالإرث يلي حقيقة إرث اللي خلده للبنان، ورح نكفي ورح نكبر إذا الله رد. تكبروا شو؟ بعد رح نوسع إذا الله رد، يعني ما رح نوقف. موسى الذي علمته الحياة أن العالم لن يتوقف بعد موته، غادر هذا العالم تاركا إرثا ثقافيا وعبرة لكل من يعتبر، فما من مستحيل تحت عين الشمس. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد الإعلان حادثان في المطار، وبعد سمر رامز الأفضل. أهلا بكم من جديد وإلى الترند مع الزميلة نور صومة. مرحبا. بعد المصالحة اللي شفناها صباح اليوم عبر الشاشات التلفزيونية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، حصلت صورتين على انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الأولى صورة جماعية للرجال ماسكين إيدين بعضهم ورافعينهم، والصورة الثانية للنائب ألاعون والنائب علي بزي عم يتباوسوا. وطبعا على تويتر كانت التغريدات أغلبيتها ساخرة من قبل الناشطين يلي لاقوا هالمشاهد بتشبه مشاهد المسلسلات الدرامية، مثل الزميل آدم شمس الدين يلي نشر هالصورتين وكتب لو حبنا غلطة. لو حبنا غلطة تركنا غلطانين ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين. بعد حصول الزميلة سمر أبو خليل على أعلى نسبة تصويت من قبل ناشطين تويتر لأفضل مذيعة أخبار، أطلق موقع الفن استفتاء جديد لأفضل مقدم أخبار على الشاشات التلفزيونية اللبنانية، ليحصل الزميل رامز القاضي بعد أسبوع من التصويت على أعلى نسبة من قبل الناشطين على تويتر مع 64%. الأسماء يلي انطرحت هي ماجد أبو هدير، بسام أبو زيد، وجورج ياسمين.
وبننهي أخبارنا مع فيديو لقى انتشار واسع حول العالم لوزير المساعدات البريطاني لورد مايكل بيتس لما فاجأ الحضور بمجلس العموم بالمملكة المتحدة بتقديم استقالته على الهواء مباشرة بس لأنه تأخر دقائق قليلة عن المجلس. وقال الوزير البريطاني بالفيديو أنه حاسس بخجل كبير لأنه كان مفروض يكون موجود للإجابة على أسئلة أعضاء المجلس نيابة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وأضاف أنه لهالسبب رح يقدم استقالته لأنه أهم شيء respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister with immediate effect. ولكن لاحقا تراجع الوزير عن استقالته بعد ما رفضتها رئيسة الوزراء واعتبرت أنها غير ضرورية. لهون منكون وصلنا لنهاية ترند، اللي فيكن تتابعونا على فيسبوك وفيكن تتابعونا على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. حادثان كادا يوقعان كارثة في مطار رفيق الحريري الدولي، والجديد تكشف تفاصيل ما جرى، على المعنيين يتحركون للعثور على حلول ولتوقيع مرسوم المراقبين الجويين. أزمة المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي تؤثر سلبا على الملاحة الجوية، فالخطر بدأ يقترب من سلامة الطيران. وفي معلومات خاصة بالجديد فإن حادثين كادا يؤديان إلى كارثة. ففي قرابة الساعة 11 من نهار الاثنين في 22 من الشهر الفائت، وفيما كانت طائرة إماراتية تهبط في المدرج البحري، فوجئت بسيارة تكنيس على المدرج، ما دفع الكابتن إلى معاودة التحليق ليهبط من جديد. وهذا ما يؤكده هذا التقرير الذي حصلت عليه الجديد المرسل إلى إدارة المطار عما حدث. وهنا فإن المراقب الجوي لم يعطي الطائرة إحداثية بوجود عائق على الطريق لتزامن الهبوط مع وقت التبديل بين مراقبين. في اليوم نفسه وعند الساعة 4 من بعد الظهر، كانت طائرة تابعة لطيران الاتحاد تقلع من المدرج الشرقي، وبالتزامن فإن مروحية للقوات الدولية كانت قد غيرت مسار إقلاعها الذي وجهت نحوه من المراقب لتلتقي الطائرتان على مسار واحد، ولولا تغيير القبطان مساره لكنا أمام حادث كارثي. في المطار 11 مراقبا، 4 منهم متعاقدون، بينما الحاجة إلى 30 مراقب. وكان وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس قد وقع مرسوم تثبيت 23 مراقبا جويا بعد خلاف على التوزيع الطائفي، لكن فينيانوس تطلع إلى المصلحة العامة مبتعدا عن الحسابات الطائفية. وهذا المرسوم يفترض أن يوقعه وزير المال ثم رئيس الحكومة ليصل إلى رئيس الجمهورية. والخوف من عرقلة هذا المرسوم لحسابات انتخابية أو من تأخير توقيعه، ما قد يوصل إلى كارثة لا تحمد عقباها. هادي الأمين، قناة الجديد. رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد أمام زواره في عين التيني على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مهما حصل من مشكلات يبقى أن نحافظ دائما على الأمن والاستقرار في البلد لمواجهة التحديات الكبيرة، والجميع يعرف ماذا يجري اليوم في المنطقة. كلام بري جاء في خلال استقباله وفدا نسائيا من الجمعيات والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والإعلامية والنسائية من مختلف المناطق اللبنانية، وأعرب الوفد عن تضامنه وتقديره للدور الوطني الكبير الذي يؤديه بري. وعقب لقائه رئيس مجلس النواب أكد النائب وائل أبو فاعور أنه جرى سحب فتيل الأزمة من الشارع، وأن الأمور الدستورية والسياسية العالقة يمكن تذليلها تباعا ومناقشتها داخل المؤسسات. لكن بالحد الأدنى نستطيع القول أنه تم سحب الفتيل من الشارع وعادت الأمور إلى ما يشبه نصابها في العلاقات بين الرئاسات، وهذا أمر إيجابي جدا. القضايا السياسية الأخرى التي لا تزال عالقة والتي تحتاج إلى نقاش تناقش في المؤسسات وتذلل في المؤسسات. مشكلة مع الوزير بسيلة، عم يتحكى مطلوب أنه اعتذار من اللبنانيين، هل مصر عليه رئيس المجلس؟ يعني أعتقد بأنه اتصال فخامة الرئيس بالأمس أعطى مؤشرا إيجابيا، ممكن معه أن تعود الحياة إلى المؤسسات. المسألة الشخصية هذه تعود للرئيس بري، هو الذي يقرر فيها. يعني ليست خافية على أحد علاقتنا بالرئيس نبيه بري، ولكن هذه العلاقة والانحياز السياسي إلى الرئيس نبيه بري لا تعني أن النائب والجملات كان على قطيعة مع أحد أو لم يكن يدعو إلى أن
تزول هذه الغيمة بالشكل الذي زالت فيه. وكان النائب ولي جنبلاط يراهن على حكمة فخامة رئيس الجمهورية التي تبدت أخيرا في الاتصال الهاتفي الذي برر الأجواء، سحب الفتيل من الشارع وفتح الباب أمام المعالجات الجدية. وزير الصناعة حسين الحش حسن عرض واقع الصناعة أمام بري. شفت الإنتاج بلبنان المرتفعة بسبب الأرض والكهرباء واليد العاملة، وبالتالي فقدنا عنصر المنافسة بسبب كلفة الإنتاج. صناعتنا بكل وضوح لا مشكلة لديها لا في الجودة ولا في النوعية، مشكلتها في كلفة الإنتاج وبعدم وجود تنافس ومنافسة قانونية بسبب قواعد المنشأ. وشدد الحش حسن على ضرورة إيجاد حل للصناعة اللبنانية بأسرع وقت ممكن. طريا تودع ابنها عقل حمية المسؤول العسكري العام السابق في حركة أمل. شيعت بلدة طريا وقرى غربي بعلبك ومنطقة البقاع المسؤول العسكري العام السابق في حركة أمل عقل حمية أبو شمران، وذلك في حفل تأبيني أقيم في حسينية البلدة بحضور علي الحسيني نجل الرئيس حسين الحسيني ومسؤولين. لقد شكل ركيزة أساس في عمل الجهاد في ميادين الجهاد وفي الساحات، حارب التقسيميين، حارب الفئويين، لم يرضى إلا أن يكون منتميا لمدرسة الإمام الصادق الذي علمنا كيف نكون أحرارا في دولة حرة، في دولة ديمقراطية، في دولة سيادية، في دولة مقاومة لكل الطواغيت، لكل الظلمة، لكل الفاسدين. وأتقدم بالشكر من كل لبنان، من كل القرى، من أي شخص أتى يعزينا بموت الأخ المجاهد الأخ عائل حمية أبو شمران حمزة الذي كان له عدة أسماء والناس كانوا يحبونها. وأشكر بالذكر شكر خاص لأهالي بلدتي التي احتضنوا عائل بكل المحبة وكل الاحترام بكل أنواعهم وأحزابهم وعيالهم، احتضنوا عائل حضنة واحدة كأنه مسؤول من كل بيت. بعد الصلاة على الراحل حمل الجثمان على الأكف وصولا إلى مقبرة البلدة حيث وري في الثرى. نفى المكتب الإعلامي للرئيس حسين الحسيني ما ورد في إحدى الصحف عن أن الحسيني شكل لائحته من التيار والقوات والمستقبل وعن توقعات بخرق المقعد الماروني. وقال المكتب الإعلامي أن الرئيس الحسيني لا يزال في مرحلة مشاورة فعاليات منطقة بعلبك الهرمل والقوى السياسية العاملة لإقامة الدولة اللبنانية في كل المناطق اللبنانية. بعد الإعلان القطري ليس متفائلا. ولا حل الصراع لا ينسجم والمرجعيات الدولية. قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس لا أدل على استخدام الحكومة السورية غاز السارين، لكننا نطالع تقارير تردنا من الميدان. وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات عسكرية في سوريا بعد اتهامات بحصول هجمات كيميائية جديدة في البلاد، موضحا أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية يواصلان استخدام الأسلحة الكيميائية. فيما قال مسؤول ثان أن الرئيس الأمريكي لا يستبعد أي خيار وأن استخدام القوى العسكرية يجري بحثه على الدوام. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يجري تأكيدها حتى الآن عن هجوم كيميائي على مدينة دوما المحاصرة في شرق دمشق. وتعليقا على هذه الأنباء قال ماتس أنه جرى استخدام الكلور في هجمات في سوريا، لكن أشد ما يثير قلقنا هو احتمال أن يكون غاز السارين قد استخدم في الآونة الأخيرة، موضحا أن الولايات المتحدة ليس لديها في الوقت الراهن أدلة على استخدام غاز السارين. أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة رفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم والمرجعيات الدولية لعملية السلام، مشددين على أن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 67 واعترافها بدولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية. وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد أمس اجتماعا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية
لبحث تبعات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلنوا تبني توجه فلسطين إلى الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة والعمل لحشد التأييد الدولي لهذا التوجه، كما شددوا على رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها وخفض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التزام تأمين الموارد اللازمة لموازنتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة دورها. وأكد الوزراء أهمية العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بفلسطين لحضها على الاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية كأساس لعملية السلام، وشددوا على تمسكهم بالسلام خيارا استراتيجيا وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية عام 2002. قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاني إنه ليس متفائلا بوضع نهاية سريعة للانقسام الخليجي على الرغم من جهود الوساطة الأمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الخلاف لن ينتهي بالبلطجة، بل عندما يدرك كل بلد أن حقوقه ومسؤولياته تتساوى مع الدول الأخرى. وفي حوار مع صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية، بيّن الوزير القطري أن بلاده دعت مرارا إلى حوار شامل مع السعودية ودول الحصار الأخرى إلا أنها لم تكن مستعدة، وحتى عندما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة في كامب ديفيد تعاملنا مع الدعوة بشكل إيجابي، لكن الأطراف الأخرى رفضت الدعوة ورأى أن اتهامات السعودية ودول الحصار الأخرى لبلاده بدعم الإرهاب ما هي إلا محاولة لاحتواء النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها قطر، مؤكدا أن بلاده تتعرض لعدوان غير عادل وأن هذه الاتهامات خلقت انشقاقا لا لزوم له في المنطقة. وفيما يتعلق بالاتهامات التي ترددها السعودية والإمارات بشأن العلاقة القطرية الإيرانية، قال الفاني إن التجارة الكبرى والأكثر أهمية تجري بين طهران والإمارات، متسائلا كيف نتقارب مع إيران ونحن أعداء لها ونقف ضد سياستها في سوريا والعراق واليمن. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أكد أو أشاد من جهته بمعالجة تحالف دعم الشرعية لأزمة عدن، مؤكدا أن الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه في اليمن. وقال في تغريدة على تويتر إن معالجة التحالف لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة لدى جميع الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه. وطالب كرقاش الأطراف اليمنية بالتشاور بشأن أزمة عدن، مشيرا إلى أن الحوار اليمني الجاد مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبا. وإلى فن الخبر مع الزميل عمر خداج. سعيدة، بإطار حملة الردود والشتائم يلي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الأحداث الأخيرة بلبنان، تداول بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي نص نسب للإعلامي ماجي فرح تضمن إساءات لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الفور نفت فرح التصريح جملة وتفصيلا. الوضع السنة منه جيد حسب الفلك، الحريات الإعلامية بخير، ورأيها بالأحداث السياسية الأخيرة بالمقابلة التالية. ما بعرف مين كاتب مقال، أنا وصل لي المقال بالأول شفته وقريته يعني، وحدا كاتب ولا آخره. تاني مرة بيوصل لي كتبت ماجي فرح، يعني طلعت أنا كتبته وما معي خبره. شغلة كتير كتير ثقيلة، ليش؟ يعني شغلة كتير محرجة ودقيقة ومزعجة لدرجة إنه حدا عبي يعني ينتحل اسمك أو الصفة ويحكي باسمك وانتشرت وين ما كان. أول شيء أنا هذا لا أسلوبي ولا نهجي، ومعروف انه انا ما بحكي بهالطريقه، حتى اذا بدي اوجه اي اعطي اي راي بعطيه بطريقه كثير مهذبه. بعدين شو صاير علي؟ شو صاير علي يعني انه وزير الخارجيه ما خلص من كلمه انا بدي فوت بهالقصه يعني ليه انا ما بعرف. صار في خلاف نقسم يمكن نص البلد هون ونص البلد هي، كادت تكون طائفيه ونرجع لايام زمان وتصير صار في عم يعني بيحركوا العصب الطائفي، ما بيصير يعني. هيدا الشيء كثير كان مؤذي وما بيخدم مصلحه البلد. يعني انا بلاقي رده الفعل كانت كثير كبيره، بس يمكن إلا أسباب وخلفيات سياسية تانية نحن ما منعرفها أو منا معلنة. في مين عم بيقول إنه الحريات الإعلامية عم تكون مهددة؟ بعد ما أنا شايفتها مهددة أبداً الحريات الإعلامية، معلش إذا حدا كل عمرنا يكون في كهدا وياخدوا غضاء ويعملوا ويرفعوا دعوة، معلش هي أيام الحريات الإعلامية اللي كانت مش مهددة
متاح بها وكان يصير ما كان حدا يقوم يقول ليش الحريات الاعلاميه عيم غازي كنعان وعيم غيره. معلش تنقول الحقيقه انه هلا اذا حدا استدعوه لحتى يشهد او يكون شاهد او يسالوه عن بعض الامور، معلش انا مش ضد الانضباط، انتبه، انا خايفه من الفائض الاعلامي وخايفه من مش خايفة على الحريات، خايفة من الفوضى الإعلامية يلي السوشيال ميديا اليوم هي كمان مساهمة فيها. في إعلاميين طبعاً بدو يلوموك على هذا الكلام، بدو يقولوا طيب أنه كمان وقت التفلت الخبرية وكل ما إعلامي يطلع يحكي كلمة أو يمزح مزحة بيقوم جهة قضائية معينة ترفع. هلأ في مبالغة في مكان ما وفي يمكن محاولة تشدد فيه، بس ما رح تأدي لشيء، يعني ماني شايفة أنا أنه رح يأدي لشيء كتير كبير، يعني هي نوع من المساءلة، نوع من المساءلة فليكن. أنا حاضر إذا قلت شيء مش ملتزمة فيه خلي يكون في مساءلة، ليش لا؟ شو بدنا نقول عن هيدي السنة؟ أنا قلت أول السنة وقلناها وحكينا عن هالموضوع أنه هاي سنة صاخبة جدا، سنة كتير بتذكر بسنة 2005 فيها توتر أمني، ونحن عنا بلبنان ذات الوقت الفلكي يلي كان بال 2005 هلأ عم يرجع عيد نفسه. أنا خايفة من أيار، شهر أيار، من 15 أيار لا تشرين الثاني أو تشرين الأول عنا فترة كتير دقيقة فلكيا. هلأ رح تصير بلبنان ممكن، وأنا خايفة بعد الانتخابات مش قبلها. لهون مشاهدينا وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، بنشوفكن، باي باي. كان في النشرة محمر جديدة لباسيل، بناء الدولة مع حزب الله مسدود. وزير الخارجية يغيب عن مؤتمر الطاقة ويحضر بكلمة مسجلة. والغياب هو لخشية من تعرض مؤتمرنا للأذى نتيجة أعمال تخريبية قد تقع وفق المعلومات التي ترد إلينا. الحريري، نتطلع إلى كرامة الوطن لا الأحزاب. فاجأناكم. الحركة والتيار يدا بيد برعاية الحزب. كرامة دولة الرئيس نبيه بري، كرامة زملائنا، كرامتنا كلنا من كرامة بعض. عليه أن يعتذر من اللبنانيين، كل اللبنانيين. قاسم للخصوم، موتوا بغيظكم. المشهد الذي سيبقى شوك في عيون أولئك الذين بدأوا ينظرون. العدو يدخل في الصلحة من دون تكليف. طبعا بالمعنى المجازي ليبرمان أكيد. حكاية موسى مع القصر. نحن مكفيين أكيد. في فن الخبر، ماجي فرح تحذر من أيار. بتذكر بسنة 2050. وفي ترند، بين علي بزي وأنا عون، لو حبنا غلطة. تركنا غلطة ما زالنا لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شادي، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.